لا تجيب لي الشوكولاتة يا بلاش يا ولا، روح ركع البطاطا يا بلاش يا ولا. اهلا، ازيك يا استاذ حسام؟ ازيك يا سناء، اخبارك ايه؟ الحمد لله. اتفضل يا استاذ حسام. ايه الاخبار؟ الحمد لله بخير. اتفضل. شكرا. سناء روحي اعملي لنا حاجه نشربها. من عينيا يا قبلتي. سوما حبي. لا يا شيخ. الله، في ايه مالك؟ ده ايه الكلام الحلو ده؟ هو ماله الكلام الحلو؟ لو مش عاجبك اقول لك كلام وحش. ياه، ايه ده كله مره واحده كده؟ ده انت مش مستحمله مني اي كلمه. في ايه؟ الله، في ايه انت يا راجل؟ مالك واخدني على الحامي كده؟ انا خدتك على الحامي؟ هو انا لسه اتكلمت ولا عملت معاكي اي حاجه؟ ليه بقى يا حبي؟ هو انا في حد يقدر يعمل معايا حاجه؟ ليه ان شاء الله؟ هو انت لو غلطتي مش من حق حاسبك ولا ايه؟ غلطت في ايه بقى ان شاء الله؟ لما الست تقرطص الراجل بتاعها وتدخل عندها في بيتها راجل نص الليل وتسهر معاه للصبح، يبقى ايه يا ست الموزز؟ بقول لك ايه يا ابن البهوات، انا رقاصه، طلعت نزلت رقاصه، وانت بقى عرفتني وانا برقص في كباريه مش وانا بدي محاضره في الجامعه. وده بقى نظام حياتي، بيتي يدخل فيه اللي على مزاجي. طب وانا؟ انت ده انت الحب كله يا حبي. مش كبيره عليا قوي دي؟ هي ايدي بقى اللي كبيره. العمه اللي لبستها لي يا ست الموزس. معاش، ولكن اللي يلبسك حاجه انت مش عايز تلبسها. وبعدين بقى سيبك من العمه دي، تعالى معايا، تعالى معايا وانا هنسيها لك. صحيتي يا حبيبي؟ انا دخلت لقيتك نايم، ما رديتش عليك. بابا قال لي انك تعبان ورجعت. انت خدت برد في معدتك ولا ايه؟ شويه نقص لك. الحمد لله بقيت كويس. الحمد لله. المهم انت عملت ايه؟ ولا حاجه، قعدنا نلف على المحلات انا ومديحه، واشتريت لها حاجات حلوه قوي، وشفت حاجات ليا روعه، بس ما رضيتش اشتري. لما في حاجه عجبتك ما اشتريتهاش ليه؟ ما انا قلت بقى حبيبي هو اللي يختار لي. لما حبيبي يعجبه حاجه اكيد هتعجبني انا كمان. خلاص، بكره تنزل تختار لي على ذوقك وتعزمني على العشاء. بس كده من عينيا الاثنين. تسلم لي عينيك يا حبيبي. جمال انت تعبان؟ لا يا حبيبتي ما فيش حاجه. طب قوم نقعد مع بابا شويه وانا هعمل لك حاجه دافيه شويه. حاضر. جمال، الو، ايه يا رافض؟ الحقني، جمال تعبان قوي. الحقني يا رافض، جمال تعبان قوي. ماله، حصل له ايه؟ قعدت معاه شويه كان كويس، وبعدين بدا يكح ورجع دم. انا مش فاهمه في ايه. طب اطمني، انا عارف هعمل له ايه. طب ما نوديه المستشفى احسن. استني بس شويه رحمه لما اشوفه الاول. استنى ايه يا رافض؟ مال قلبك برد كده ليه؟ بقول لك بيرجع دم. حاضر يا رحمه، خليك انت هنا، انا هدخل اشوفه. رافض يا بابا عارف حاجه ومخبيه علي. خبي ايه بس يا بنتي؟ لما قلت له ان جمال بيرجع دم، رد فعله كان غريب قوي، زي ما يكون متوقع ان ده هيحصل. هو اخوك الدكتور ولا انت؟ سيبيه يشوف شغله، ما تقلقيش. ما قلقش ازاي يا بابا؟ ده جمال، انا خايفه عليه قوي. ما تخافيش، وهدي، ربنا يجيب العواقب سليمه ان شاء الله. امين يا رب. حبيبي عامل ايه دلوقتي؟ الف سلامة عليك. سلامك. قلقتينا وقلقتي على الفاضي، مفيش أي حاجة. ماله يا رأفت؟ شوية برد في المعدة. تعبانة يا رأفت. معلش يا جمال، برد شديد شوية. الحقنة دي هتريحك وهتبقى زي الفل. إن شاء الله. يلا يا رحمة، سيبيني أنام شوية. حاول تنام أنت يا جمال. يلا. طيب يا حبيبي، لو احتجت حاجة انده عليا.
يا رأفت، هو ايه اللي بيحصل له ده؟ انا مش عايزك تقلقي نفسك يا رحمة. يعني عايزني اقعد مطمنه ومبسوطه وجوزي بيرجع دم؟ ما تكبريش الموضوع يا رحمة، وسيبيني اشوف الموضوع ده اخرته ايه بالظبط. طب تفتكر يعني عنده مثلا قرحه في المعده؟ في اسباب كتير ممكن تخلي الواحد يجيب دم من بقه، خصوصا انه ما كانش دم كتير. خلينا نعمل تحليلنا ونشوف عشان ما تقليش نفسك على الفاضي. ان شاء الله يا رب خير. استنى هنا يا ثابت، استنى استنى وكلمني كلام واحد لمراته. هو انت بجد صدقت ان انا وانت واحد ومراته؟ ما انت عارف انا اتجوزتك ازاي. انا لو واحدة من الشارع يا ثابت مش هتعملها المعاملة دي. انت ليه بتنتقم مني؟ انا ايه اللي انا عملته معك وحش؟ ثابت انا بحبك، عارف يعني ايه بحبك؟ يا ستي حبيني زي ما انت عايزة، بس ما تقرفنيش. اقرفك؟ انت ايه يا اخي؟ ما عندكش قلب ولا احساس؟ انا مراتك وام ولادك، يعني ليه حقوق عندك؟ عارف يعني ليه حقوق عندك ازاي؟ باختصار كده يا سلوى، انت مالكيش اي حقوق، بالذات في البيت ده. وعلى فكرة بقى انا خارج، وخارج اقابل واحدة ست. بتقولي الكلام ده فوش يا ثابت؟ انا لدرجاتي ماليش ما عندك؟ لا مالكيش، ولولا ولادك ما كنتيش تقعدي في البيت ده لحظة واحدة. واحمدي ربنا ان انا لسه متجوزك. وما اقدرش اعيش من غيرك، صدقته وانا دلوقتي حامل مش عارف اعمل ايه. لو سبتي حامل يا لهوي. ايه اللي هببته يا سي قرف؟ يا بابا مش كل واحده تيجي تقول لك كلمتين تقوم تصدقها. كل واحده دي بنت مرات فؤاد اللي بيشتغل معانا، ناس كويسين ونعرفهم. يعني هي عشان اهلها نعرفهم تبقى بنت كويسه؟ الله يخرب بيتك، دي بتقول انها حامل منك. يعني حصل. طب يا حبيبي لازم تتجوزها. اتجوزها؟ ايوه هتتجوزها ورجلك فوق رقبتك. انا خارج يا حاج، هروح اخلص شويه حاجات لمصنع الزيوت. طيب انا كمان خارج. ايه على فين؟ هروح لثابت افندي. خير ان شاء الله. احكي له على حكايه الوزير دي، هو لازم يبقى عارف هو واخوه، يمكن يتنحرروا. وانت ماشي تعدي على اخوات سليم تشوفهم اذا كانوا عايزين حاجه. عليكم. سلام عليكم. اهلا يا بيه. اهلا يا اهلا. ثابت موجود؟ دي واحده بس يا بيه وانا ادهولك. ده ليه؟ ما انا هدخل له. مش هينفع بيه، انا هنا بنفذ تعليماته. طب روح عنده. اهلا اهلا، ازيك يا بابا؟ منور. اخبار الشغل ايه؟ لا لا الحمد لله تمام. هو انت عندك حد؟ دي زبونة. زبونة؟ ازيك يا حاج ابراهيم؟ اهلا يا ست ليلى. اهلا بيك يا حاج. طيب استأذن انا بقى يا حاج. وانت الزبائن اللي بيقولك بتطلعهم فوق؟ يعني
مش جاي افتش عليك. انا كنت جاي عشان اخد رايك في موضوع انت واخوك يهمنا كلنا. تحت امرك يا بابا. الا حضرتك تعرف لنا رقاصه منين؟ اشمعنى؟ انت بتسهر في كبريهات؟ انت شايف ايه؟ مش عارف. مش عارف؟ انت فاكر ان ديلي نجس زيك؟ امال حضرتك عرفتها ازاي؟ دي بتقول انها تعرفك كويس. طب ما انا كل اللي يعرفوني بيعرفوني كويس. يعني ليلى من الناس اللي تعرف حضرتك؟ يا ابني انا مش فاهم. انا جاي لك بقول لك انا عاوزك في حاجه مهمه لينا كلنا. تقوم انت تسالني عن رقاصه وسين وجيم؟ وانت مش فالح غير في الهلس ولا ايه؟ يا شيخ جتك القرف. انا يظهر ما خلفتش رجاله. هو مين اللي يزعل، انا ولا هو؟ عاوزك دكتور دقيقه واحده بره. اتفضل يا دكتور. اطمن حبيبي، ان شاء الله التحليل هتطلع كويسه وهنطمن عليك. انا مش قلقان طول ما انت جنبي. انا ربنا يخليك لي. انا هطلع على بابا نتكلم مع رفا عشان اطمن. ارتاح. رأفت بقاله مدة واقف مع الدكاترة وعمال يتكلم، مش يجي يقول لنا في ايه ويطمنا؟ ما تقلقيش يا بنتي، هو جاب الاخصائيين دولت من بره المستشفى، هيعرف ايه المطلوب وهيقول لنا. ربنا يستر. ادخل اول حالة لحضرتك يا دكتور؟ انا مش هقدر اشتغل النهارده. حولي المرضى بتوع للدكتور مدحت. أنا تعبان جدا. حاضر يا فندم. مالك يا رفض؟ الممرضة بتقول انك حولت كل الحالات بتاعتك لدكتور مدحت، فيك ايه؟ بص يا اخويا، انا صحيح ست، بس مش الست اللي جناحها مكسور. انا اختك اللي فضلت جنبك ووقفت معاك وقوتك لغاية ما بقيت الدكتور رأفت. ممكن اضعف وممكن اتهز، بس ده عادي، ده الحجر بيتهز، بس عمري ما وقعت. ربنا يقويك يا رحمه. ان شاء الله هيقويني، بس مش عارف الاول هيقويني على ايه وهيجرالي ايه. قولي ايه اللي انت مخبيه علي؟ اخبي عليكي؟ اخبي ايه يعني؟ الحقيقة. هيبقى كويس إن شاء الله. إزاي؟ أنت من أول يوم وأنت رد فعلك كان غريب، ما كنتش فاهماك، بس زي ما تكون فاهم، عارف، متأكد من حاجة أنا مش فاهماها. مش عايز تقولي الحقيقة ليه؟ جمال فيه حاجة فيه. أنا مش دكتورة بس عارفة جمال حالته مش سهلة. مش عارفة، أنا قلبي مش مطمن وأنت مش عايز تريحني. مش هخبي يا رحمة، مش هخبي. جمال تعبان، محتاج مننا إننا نقف جنبه، ربنا هو الشافي المعافي. أكيد ربنا هو الشافي، بس عنده إيه؟ أورام في الكبد. لولا الاختبارات اللي كنا بنعملها عشان موضوع الحمل كناش خدنا بالنا منها خالص. ما هو مش هسيبك الا لما تقولي لي تعرفها هو منين. اساله انت. طب ما تقولي لي انت. ما تحاولش معايا يا ثابت. يعني ايه؟ في بينك وبين بابا اسرار؟ تقدر تقول كده. ويا ترى ايه الاسرار اللي ممكن تبقى بين الحاج ابراهيم الطيب وبين واحده ارتست زيك؟ انت بتتريق يا ثابت.
طب خلاص خلاص ما تزعليش، استني كده واحدة واحدة عليا. خرب بيتك وانت حلوة قوي النهاردة. مش هستنى عشان مش فاضيالك، ورايا شغل. يلا بقى اتفضل وريني عرض كتافك.